أهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المساعي البريطانية للقيام بدور مؤثر في الأزمة اليمنية. في خطوة استباقية لتحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث المتعلقة بمباحثات السويد المزمع انعقادها بعد أيام، بادر السفير البريطاني مايكل أرون إلى دعوة الأطراف اليمنية للمشاركة في المباحثات. أرون ذهب أبعد من مجرد الدعوة إلى الحديث صراحة عن عدم التعاطي مع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن والخاصة بالأزمة اليمنية، ودعا لإشراك نساء في الوفدين بنسبة 30%. هناك من يستغرب من الموقف البريطاني الذي يبدو حريصا على تحقيق منجز للمبعوث الأممي البريطاني غريفيث، وربما المحاولة من خلاله إلى تحقيق حضور مؤثر في مسار المشكلة اليمنية. يتزامن ذلك مع وجود البريطاني مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في صنعاء في مهمة يعتقد أنها تطمينية للحوثيين كطرف في الصراع. مراقبون يرون في هذا التحرك محاولة لدور بريطاني مؤثر، بل يرونه طوق نجاة يوفره المجتمع الدولي للميليشيا التي يضيق الخناق عليها عسكريا، خصوصا في الحديدة التي تعتبر أهم مصادر تمويل جبهاتها. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الجهود البريطانية في الدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وعقد المشاورات؟ وما هي الأهداف البريطانية من خلال هذا الحضور السياسي في القضية اليمنية؟ دعوة بريطانية للأطراف اليمنية للمشاركة في لقاء ستوكهولم الأسبوع المقبل، كما قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. السفير أرون استبق إعلان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بخصوص موعد المباحثات، ولم يكتفي بذلك بل تحدث صراحة عن عدم التعاطي مع قرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص الأزمة اليمنية، ودعا لإشراك نساء في الوفدين بنسبة 30%. أرون بعث بتغريدتين إلى وزير الخارجية خالد اليماني ورئيس وفد ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام، أكد فيهما تطلعه إلى لقائهما في ستوكهولم الأسبوع المقبل للوصول إلى حل سياسي. موقف بريطاني متسارع إزاء الملف اليمني لتعزيز موقف البريطاني مارتن غريفيث في محاولة لإحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، على الرغم من عدم وجود أي ملامح تدل على إمكانية حدوث ذلك. زيارات مكوكية للمبعوث الأممي ومشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يلبي الاحتياجات الإنسانية، وزيارة ثانية لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إلى صنعاء لتطمين ميليشيا الحوثي والتأكيد على مسعى الأمم المتحدة لوقف العمليات العسكرية في الحديدة. خلط للأوراق وإرباك للمشهد ومحاولة لبعث الروح في المشاورات التي انتهت بالفشل 4 مرات سابقة في جنيف والكويت. لم يتغير المشهد ولا شخوصه، كل ما في الأمر أن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر، وأن الحرب في اليمن تحولت إلى دجاجة تبيض ذهبا للقوة الكبرى في العالم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، وسيكون معنا من الرياض الباحث والكاتب الصحفي ثابت الأحمدي. البداية مع دكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. في البداية، كيف تتابع وتقرأ الدور البريطاني الذي ظهر في الأزمة اليمنية مؤخرا بهذه الصورة؟ طبعا الدور البريطاني محكوم بعدة عوامل، منها العامل السياسي والعامل الإنساني. العامل الإنساني طبعا تتبناه منظمات حقوقية داخل بريطانيا، العفو الدولية وغيرها من المنظمات، وهذه تشكل عامل ضغط على الحكومة البريطانية، بالإضافة إلى المعارضة البريطانية التي أيضا تضغط عن طريق البرلمان البريطاني على حكومة ماي. لكن بالمقابل هناك حكومة ماي التي ترى في علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية والإمارات
عاملا مساعدا جهة محاربة الإرهاب وجهة أيضا العلاقات الاستراتيجية الخاصة بالتسلح والعقود المبرمة بين لندن وعدد من العواصم على رأسها الرياض وأبوظبي. لكن أيضا لا ننسى أن الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي بيد السفير البريطاني هناك في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وبالتالي تجد بريطانيا نفسها معنية بالدخول بقوة لفرض للضغط على الأطراف المختلفة للذهاب إلى محادثات السلام، وهذا ما أعلن عنه السفير البريطاني لدى اليمن اليوم من أن المحادثات سوف تبدأ خلال الأسبوع القادم. أين كان هذا الدور دكتور محمد من 4 سنوات من الحرب في اليمن؟ طبعا الحرب يعني طالت يعني بمدة لم تكن متوقعة لدى عواصم الغرب ولدى الأطراف الأخرى والأمريكيين، وطبعا عندما طالت ظهرت كثير من الآثار الجانبية التي لم تكن وإن لم تكن يعني عسكرية مباشرة لكن متعلقة، مثل الأثر الإنساني والصور التي تظهر هنا وهناك للمجاعة وما إلى ذلك، كل ذلك يعني ساعد على تشكيل نوع من الرأي العام الذي يمكن أن يسمى رأياً عاماً هنا في لندن، ضغط على الحكومة. لكن لا ننسى كذلك أن الحكومة البريطانية وعواصم أخرى هنا في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية استغلت بشكل كبير قضية مقتل جمال خاشقجي رحمه الله في القنصلية السعودية في إسطنبول للضغط على الرياض وللاهتزاز السياسي وأيضا لتسييس القضية بما يخدم مسارات معينة. أبرز هذه المسارات من وجهة النظر الأوروبية والبريطانية تحديدا هو المسار اليمني وجهة إيقاف الحرب في اليمن. طبعا لا تنسى أن بريطانيا لها أو ترى هكذا ترى أن لها إرثا استعماريا في جنوب البلاد، وبالتالي ترى نفسها أكثر الدول الغربية عناية بالشأن اليمني. هل تعتقد أنها تريد إحياء هذا الإرث من جديد بهذه الصورة؟ لا، البريطانيون هم ليسوا في وارد إحياء إرث استعماري قديم، لأن بريطانيا نفسها اليوم لم تعد بريطانيا العظمى، وهي اليوم تتخلى حتى عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لتنكمش وتنكفئ على نفسها في هذه الجزيرة الصغيرة في عمق المياه أو في المياه، لكن هي تريد أن يعني أن تتساوق إنجاز التعبير مع الموقف الأمريكي. هناك بعض السياسات التي ربما لا تستطيع واشنطن أن تتحدث بها إزاء العلاقة مع الرياض وأبو ظبي، ربما ناولتها للندن من تحت الطاولة. نعم. طيب دكتور، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث الأستاذ ثابت الأحمدي من الرياض. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبضيفك العزيز أيضا وبالمستمعين الكرام وبالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك أستاذ ثابت. هل تتفق فعلا مع الدكتور محمد جميح بأن يعني هذا الدور البريطاني الذي طرأ مؤخرا في اليمن هو بسبب الضغوط التي تمارسها بعض المنظمات البريطانية وأيضا المعارضة في بريطانيا خاصة بعد مقتل خاشقجي؟ عزيزي، دعني في البداية أقدم قراءة عامة مجملة للمشهد بشكل عام وأقول لا يبدو في الأفق في الوقت الحالي أن ثمة حلولا تلوح من هنا أو هناك أبدا. تقدير الشخصي، وأتكلم كمواطن يمني بسيط وعادي من الشارع، أن مسألة المفاوضات هي حلقة بسيطة جدا في السلسلة الطويلة سبقتها عدة حلقات وسيلحقها عدة حلقات، سبقها أكثر من مبعوث دولي وأتوقع أن يلحق أيضا مبعوث دولي جديد بعد جريفيث. المسألة هكذا والمشهد رسم مستقبلا وأريد له أن يكون كذلك. لا يمكن على الإطلاق أو لا أشهد في الوقت الحالي على الإطلاق بوادر نجاح بوادر حلول في الوقت الحالي أبدا. العملية اسمها مشاورات أو يعني من هذا القبيل، وهي من اسمها أصلا لا تقدم ولا تؤخر. إيماني الذي أؤمن به أن الحل يكمن في الحل في الحصن العسكري في الضغط الميداني المباشر على الحوثيين. فيما يتعلق مسألة بريطانيا أو على وجه التحديد الذي سألته، أقول
بالنهايه بريطانيا جزء من المجتمع الدولي وجزء وهي شريك اساسي ايضا على الاقل دوليا مع امريكا، ولا يمكن ان تتجه بريطانيا في اتجاه تذهب امريكا على عكسه، ونحن نعرف جميعا ان الحوثيين لبنه يعني امريكيه صنعت ضمن خطه وضمن مشروع في المنطقه العربيه كامل، ومن سبع المستحيلات ان تسعى امريكا الى تقويض او هدم هذه اللبنه التي زرعتها واستزرعتها بيدها منذ سنوات طويله ورعتها ودعمتها وشجعتها وادخلتها صنعاء. من الصعوبه جدا ان تتخلى عنها تماما. نعم. ولنعود الى الحوار الذي اجرته صحيفه الوسط في 2014 مع جين ماريوت المتحدثه باسم الاتحاد الاوروبي في اليمن، كانت سفيره بريطانيا انذاك، تكلمت ووضعت الامور تماما على الطاوله بوضوح وقالت ان ما تم يعني ان ما حدث كانوا يعرفونه تماما وكان باتفاق، فقط كانت تستغرب من بعض يعني التجاوزات التي حصلت ومن بعض الجرائم والانتهاكات التي حصلت. نعم. طيب استاذ ثابت، اذا كان الامر كما تقول، اذا ربما بريطانيا نجحت في الحفاظ على ميليشيا الحوثي وعدم تحرير الحديدة وفقدها لميناء الحديدة الاستراتيجي. شوف في المشاهد عادة يعني هؤلاء الناس عندهم خبرات طويلة في التعامل مع المشكلات، يجرونك من فصل إلى فصل ومن حلقة إلى حلقة ومن مشهد إلى مشهد، حتى يعني في واحدة من العبث بمشاعر الناس، يعني كنا قبل 4 سنوات وقبل 3 سنوات يعني نؤمل أملا كبيرا جدا على جنيف 1 وجنيف 2 ثم بعدها الكويت وما إلى ذلك، والناس يحبسون أنفسهم وبعضهم رفع طموحه وقال الحل غدا وليس بعد غد، ولا تزال يعني لا يزال هذا الأمل أو لا تزال هذه العاطفة مشبوبة عند البعض إلى اليوم للأسف الشديد. لكن لو تأملنا المسألة من منظور عقلاني تجريدي كما هي مرسومة على الأرض الواقع وكما رسمت أيضا سلفا، الأمر يبدو غير ذلك يعني. نعم. طيب دكتور محمد جميح، هناك من يقول بأن ربما هذه الجهود البريطانية تصب أيضا في إنجاح المبعوث الأممي البريطاني مارتن جريفيث ومساندته في هذه المفاوضات وبهذا الدور. طبعا هذا جزء من الـ من الـ من الأسباب التي يمكن أن نقول أنها تكمن وراء الموقف البريطاني، أن المبعوث الدولي بريطاني، وبالتالي تريد بريطانيا أن تنجح مهمته وإنجاز التعبير. لكن أنا أتفق مع الأخ ثابت بأن المسألة معقدة، وأنا أقول بكل صراحة يعني دون تحيز أن الكرة في مرمى الحوثيين، هم بيدهم أن تستمر الحرب وبيدهم كذلك أن يحل السلام، وأنا أعتقد أنهم لن يجنحوا للسلم، لأنهم بكل بساطة شروط السلام وظروف السلام تعني القضاء على ما أنجزوه أو ما ظنوا أنهم أنجزوه من يعني سيطرة على كثير من الجغرافيا اليمنية ومن سيطرة على موارد ومن أيضا مكانة داخل البلاد وخارجها كذلك. ليس من السهل بالنسبة لهم أن يتخلوا عن ذلك. نحن منذ 2004 وإلى حد هذه اللحظة الحوثيون يوقعون اتفاقات وصلب هذه الاتفاقات تسليم السلاح وانسحاب من المديريات، حين كانوا في صعدة من مديريات صعدة إلى حد هذه اللحظة لم ينسحب الحوثيين أو الحوثيون عفوا من أي مديرية ولم يسلموا قطعة مسدس واحد ناهيك عن الصواريخ البالستية، وبالتالي لك أن تتصور مدى صعوبة يعني إنجاز الاتفاق، ثم إذا أنجز هذا الاتفاق لنا أن نتصور مدى صعوبة تطبيقه. إذن على ما يراهن المجتمع الدولي وأيضا الدور الفاعل البريطاني الآن في هذه المباحثات المزمعة الأسبوع المقبل في السويد؟ نحن نقول بأن الأزمات الأمم المتحدة لا تحل هذه الأزمات، إنما ترحلها وتعيد جدولتها وتدير الأزمة لحين إنضاج ظروف دولية معينة تعتمد وترتبط على المصالح الدولية، بمعنى مصالح الدول العظمى الكبرى في مجلس الأمن. عندما تحين هذه الظروف المرتبطة بهذه المصالح في بلد من البلدان تستطيع الأمم المتحدة أن تحدث الاختراق، لكن بما أن الظروف الدولية والظروف الداخلية أيضا في وجهة نظري لا تسمح ولم تنضج بعد لإحلال السلام، فلا أتصور أن هذه الجولة القادمة يمكن أن تنجز المهمة. نعم. إذن ما فقدناه دكتور محمد كيمنيين بالأمس وأصبح أمر اليمنيين على الأقل بيد التحالف والمجتمع الدولي، الفرصة التي لا زالت سانحة الآن بيد التحالف العربي ممثلة بالإمارات السعودية ربما تفقدها غدا
ولم يعد لهم أي دور مثل ما صار اليمنيين الآن. يعني ولذلك نحن نقول دائما بأنه لا ينبغي أن ترحل. كان هناك إمكانيات كبيرة للحسم العسكري، لكن هذه الإمكانيات للأسف الشديد لم تستغل بشكل جيد. ولكي نكون واضحين، فإن الأطراف اليمنية لها ضلع في تأخير الحسم، أطراف الداخل لها ضلع أيضا، التحالف العربي وكثير من الأخطاء التي حصلت وكثير من الممارسات التي تم ممارستها في الجنوب، هذه كان لها أيضا أثر كبير في تأخير الحسم. أيضا التصادم المشاريع في عدن بين مشروع الدور الاتحادية ومشروع ما قبل عام 90 كان لذلك أيضا دور في عدم الحسم. لكن اليمنيون الآن يدركون أن الفرص التي أتيحت أنها أهدرت، وربما يدرك التحالف العربي كذلك أن عامل الوقت ليس بصالحه، وأنه يجب أن يتم الحسم بشكل أو بآخر، لأنه لا يمكن السكوت عن جماعة مسلحة على الحدود اليمنية السعودية، خاصة وأن الآن تمددت لتحكم صنعاء يديها الصواريخ البالستية. يعرف الناس جميعا خطر هذه الجماعة، وبالتالي أنا أتصور أن التحالف العربي في هذه الجولة ربما من المحادثات والحكومة كذلك ينحنون لعاصفة الضغط الدولي، لكن يدركون تماما بأن السويد لن ينتج عنها شيء كما كان الأمر في جنيف وفي الكويت، ولكن نعم. من قبيل يعني المثل القائل اتبع الكذاب لحد باب الدار. نعم. طيب أستاذ ثابت الأحمدي، إذن الشرعية اليمنية أين تقف اليوم من هذه التحركات التي تقودها بريطانيا التي بدأت إنسانيا وانتهت سياسيا؟ قلتها من سابق أن القضية اليمنية لم تعد يمنية، بمعنى أن صناعة القرار فيما يتعلق بالقضية اليمنية ليس بيد اليمنيين، وإن كانوا مشاركين أو جزءا يعني أو جزءا من صناع القرار. وطبيعة ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، يعني المسألة اليمنية معقدة ما بين محلية وإقليمية ودولية بسبب حساسية الموقع، بسبب اللاعبين الموجودين في يعني في العملية، وبالتالي فلا احد فلا نستطيع نقول ان ثمة احد حتى من اللاعبين الكبار يملك الامر الاول والاخير في القضية اليمنية. وبشكل عام في المسألة اليمنية اليوم وعلى وجه التحديد هي مسألة سياسية، او اقول مسألة الحسم مسألة سياسية وليست عسكرية. هناك كما يقال ما يقارب 400 الف جندي يمني يتبعون الشرعية، وهم جاهزون ايضا ويستطيعون اكتساح صنعاء والاقليم كاملا في ظرف لا يزيد عن شهر إذا تم اتخاذ القرار السياسي. المسألة ليست عسكرية إطلاقا، المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي فمتى ما توافق السياسيون واللاعبون الكبار على الحسم فالأمر لن يعد شهرا أو شهرين بالكثير. إذن عجزت الشرعية والتحالف العربي على إقناع المجتمع الدولي بالحسم العسكري إلى هذه اللحظة، وهنا المشكلة يعني. بل وخطايا عند جميع الأطراف للأسف الشديد يدفعها الشعب، ويعني وبعض الأطراف، هناك أطراف ربما في الشرعية ربما في التحالف العربي عندهم قصر نظر كبير جدا فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، وهم اليوم إن تجاوزوه لكنهم سيدفعون الثمن إن عاجلا أو آجلا بكل تأكيد. نعم. اللعب بالقضية اليمنية يشبه اللعب بالنار، يعني عواقبها وخيمة جدا، إن تجاوزوها اليوم فلن يتجاوزوها مستقبلا، لأن هذه الدول المحيطة أو دول المنطقة، أتكلم دول المنطقة بشكل عام، يعني هي صحيح إلى جانب كونها تدافع على اليمن اليوم وتقدم لليمن ما تقدم هذا جهد مشكور عليها أيضا، لكن أيضا هي في نفس الوقت تدافع عن نفسها في اليمن. نستطيع القول أن جزءا من اليمن اليوم قد سقط بيد الميليشيات الإيرانية، وبالتالي لم يعد الهدف اليوم بقية جزء من اليمن، ثم الهدف غير اليمن أيضا، ونحن نعرف ذلك، وهو هدف معلن لهم من سابق موجود في أدبياتهم. هذه الدول دول المنطقة كامل إلى جانب كونها تحارب أو تدافع عن اليمن هي أيضا تدافع عن نفسها. نعم، أشكرك الباحث والكاتب الصحفي الأستاذ ثابت الأحمدي، كنت معنا من الرياض، وعودة إلى لندن مع الدكتور محمد جميع. دكتور محمد، هناك من يقول أن يعني هناك توجه ربما لتجاوز القرارات الدولية وإحداث اختراق جديد من أجل يعني أن يجتمع أو أن يقبل الحوثيين في أي تسوية سياسية. هل باعتقادك ستنجح يعني هذه الجهود إن تمت فعلا في اختراق وتجاوز القرارات الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية؟ ربما فقدنا الاتصال أيضا بالدكتور محمد جميح. دكتور محمد،
إذن فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح، مضطرين نختم هذه الحلقة التي خصصناها عن الدور البريطاني الذي ظهر مؤخرا في الأزمة اليمنية ومحاولته إحداث اختراق ربما الكثير من المراقبين يقولون بأنه جاء وصب في مصلحة ميليشيا الحوثي وأوقف على الأقل إلى هذه اللحظة معركة الحديدة التي كانت ربما على وشك النهاية. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدد. السلام عليكم ورحمة الله.